بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم إخوتي ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بكم في قناة صوت الناقد. عنوان حلقتي لهذا اليوم: الأراضون السبع على ظهر ديك، قصة زينب بائعة العطور. إخوتي الكرام، أحبتي، جاء في الكافي المقدس في الروضة الجزء الثامن حديث زينب العطارة. الحديث مهم جدا، وسأقوم بقراءة الشطر الأول، يعني به يحتاج توضيحات أن تفهمه، لأن الشطر الآخر به فد قضايا كلش معقدة. عن أبي عبد الله عليه السلام قال: جاءت زينب العطارة الحولاء إلى نساء النبي صلى الله عليه وآله وبناته. زينب العطارة في زمن النبي والراوي هو الصادق سلام الله عليه، والمصدر هو الروضة الكافي المقدس. جاءت زينب العطارة الحولاء إلى نساء النبي صلى الله عليه وآله وبناته، وكانت تبيع منهن العطرة. فجاء النبي صلى الله عليه وآله وهي عندهن فقال: إذا أتيتنا طابت بيوتنا، يعني بالعطر. فقالت: بيوتك بريحك أطيب يا رسول الله. قال: إذا بعت فاحسني ولا تغشي، فإنه أتقى وأبقى للمال. هذا بيفت شطر على الغش والبيع، مو بصدده. فقالت: يا رسول الله صلى الله عليه وآله، ما أتيت بشيء من بيعي، وإنما أتيت أسألك عن عظمة الله عز وجل. فقال الرسول صلى الله عليه وآله، انتبهوا ماذا قال، هنا راح تبدأ القضية. فقال: جل جلال الله، يعني رسول الله قال جل جلال الله، سأحدثك عن بعض ذلك. فشي بسيط راح أحدثك، اسمعوا الشيء البسيط شنو. ثم قال: إن هذه الأرض بمن عليها عند التي تحتها كحلقة ملقاة في فلاتقي. انتبهوا، كحلقة ملقاة في القي. إخوتي بكسر القاف، أرض مستوية ملساء، يعني عينك ما مدت. والفلات أيضا هي الأرض الواسعة، هذا بس حتى تكون عندك الصورة واضحة بيفد معنى. هذه زينب العطارة تسأل الرسول صلى الله عليه وآله عن عظمة الله تبارك وتعالى، فالرسول يعطيها صلى الله عليه وآله بعض الشيء من عظمة الله تبارك وتعالى. إن هذه الأرض، الكرة الأرضية بما مصدوم بمعروفنا، بمن عليها عند التي تحتها، يعني مو فقط احنا الأرض، سطح الأرض التي نحن عليها، لا، الأرض بمن تحتها، تنزل إلى عمق الأرض وتبقى تنزل وتبقى تنزل وتبقى تنزل حتى تصل إلى قشرة الأرض من الجهة الثانية، أو يعني كل الأرض بما هي، مو فقط الذي نحن نعيش عليه. بمن عليها عند التي تحتها كحلقة ملقاة في فلاتقي. حلقة صغيرة، انت تصور أرض قاحلة عينك وما رأت، لا نهاية لمد البصر، لا نهاية، وأرض فلات قي واسعة وملساء حتى تميز، يعني مسطحة، وتلقي بها حلقة صغيرة. شنو قيمة هذه الحلقة؟ لها قيمة؟ هذه بداية السفرة، هذه بداية الرحلة. صلى الله عليك يا رسول الله. وهو طبعا، ولا تستغرب، هو أستاذ علي بن أبي طالب. شوفوا ماذا يتحدث رسول الله صلى الله عليه وآله: كحلقة ملقاة في فلاتقي. وهاتان، يعني من هي الأرض ومن عليها، بمن فيهما ومن عليهما عند التي تحتها كحلقة ملقاة في فلاتقي.
والثالثة حتى انتهى إلى السابعة وتلا هذه الآية خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن. هذه الأرض بمن فيها ومن عليها كحلقة ملقاة في فلات قي بعد. ثم يقول وهما هذه الأرض ومن التي عليها ومن عليها عند التي تحتها. شنو تحتها؟ طبعا هنا هذا شرح طويل، أنا أريد أعطيك رأس قلم لأن الموضوع معقد، إحنا راح نمضي. من الأرض التي تحتها، أكو سؤال، الأرضون السبع، هاي الأرضون السبع بها فد قضايا معقدة تفصيلية ليس موضوعي، أنا أريد أعطيك نبذة، هناك قضايا كبيرة. كحلقة ملقاة في فلات قي، والثالثة حتى انتهى إلى السابعة، يعني كل واحدة بمن فيها وهي التي عليها كحلقة ملقاة في فلات قي، أرض واسعة ملساء، والتي بعدها من الأرض والتي بعدها حتى انتهى إلى السابعة خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن. اسمع، هذه وحدة، والسبع الأرضين بمن فيهن، الله، ومن عليهن على ظهر الديك كحلقة ملقاة في فلات قي، سبحان الله. هاي الديك، الحوت، الديك، الصخرة، الهواء، هاي المصطلحات أخوتي الكرام يطلقها المعصوم كحالة وصف للرسم السماوي للكواكب، لأن احنا ما نستطيع أن نراها وما عندنا جغرافيا وترسم لخارطة. فالمعصومون، شوفوا هذا دليل، تذكرون عندما بينت لكم قلت لكم أنه حديث الحوت الذي أنا عرفت سابقا والذي أنكره المسلمون، هذا راح يؤكد حديث الحوت، وهذه ما تأتي صدفة، هذا يدل على أن الأحاديث بعضها يفسر بعضا وبعضها يصدق بعض، ما تستطيع أن تكذب، يعني حتى الذي يريد أن يؤلف هم ما يستطيع أن يؤلف بهذه الدقة، يذكر في الجزء الأول حديث الحوت وفي الجزء الأخير حديثا يوثق حديث الحوت، ما يقدر. هذا قول معصوم أخوتي الكرام، ما ألعب معكم. هو عندما قال أن الأرض بمن عليها عند التي تحتها من الأرض، اسمع، مهن سبع أرض كحلقة ملقاة في فلات قي، كحلقة مرمية في أرض واسعة ملساء، واسعة كبيرة جدا هاي الأرض ومن تحتها من الأرض، اسمع، ثم هذه الأرض والأرض الأخرى، لأن هو لحد ذكر اثنين، بمن فيهن ومن عليهن كحلقة فلات في كحلقة ملقاة في فلات قي بالنسبة إلى التي الثالثة، والثالثة الأرض الثالثة، أرضون سبع، هي بمن فيها ومن عليها كحلقة ملقاة في فلات قي بالنسبة للتي بعدها، والرابعة كذلك، والخامسة والسادسة والسابعة، كل هذه بمن فيها ومن عليها، شي يقول الرسول صلى الله عليه وآله، على ظهر الديك. شنو على ظهر الديك؟ كأنه من التخوم، من الـ هذه مو أرض حقيقية. مش أشرح لك، ما أقدر أشرح لك، هذه مو أرض القرار، هناك حقيقة ما تعرفوها، نحن كوكب الأرض، خلي أتحدث ياك بمصطلحاتنا الحديثة، وهذا كوكب الأرض يسبح في الفضاء، يسبح وين؟ في الفضاء.
احنا بالنسبة لنا أرض مستقرون جالسون لأنها أرض، لكن حقيقتها هي تسبح في الفضاء. ولكن السؤال أين الأرض من الفضاء؟ الأرض الحقيقية التي لا تسبح في فضاء المستقرة. شو أشرح لك؟ أنت تفهم قصدي؟ ما راح تفهم قصدي، وما أعتقد تفهم قصدي. هذه أرض بالنسبة لنا، ولكن حقيقتها تسبح وتحتها فراغ. أين هي حقيقة الاستقرار الذي لا فراغ بعده؟ يتحدث عن الأراضون السبع. الأرض الأخيرة هي أرض القرار، ليس بعدها فراغ، يعني لابد أن تكون لها بداية ونهاية في عقولنا، لا نهاية ولا بداية لا للأراضون ولا للسماوات. والملحد يجي يقول لي ماكو مدبر، هذا الشيء تحكي وياه. الملحد يجي يقول لي ماكو مدبر للكون. هذه مأساة، يعني ما أريد أخرج عن الموضوع، خليني مقيد، لأن أنا أخذت وعد على نفسي ما أريد أطيل، ولكن هي بعد مفروضة علينا. فرسول الله صلى الله عليه وآله رسم ذلك الخط البياني من قرارة الأرض الحقيقية، مو الأرض الفيك. هذا الكوكب أرض فيك، فيك يعني بالنسبة لنا أرض حقيقتها تسبح في الفضاء، ما لها أصلا كحلقة ملقاة في فلات قين، ما لها قيمة. وأنا شارح سابقا حقيقة القرار الاستقرار الذي لا يسبح، ليس بعده فراغ، ماكو فراغ. يتحدث رسول الله يقول من هذا المنطلق الذي ليس له فراغ، الذي ليس بعده فراغ، ويأتي الثانية والثالثة والرابعة والخامسة والسادسة والسابعة. أكبر علماء الكون ما يعرفون شكو خارج الملكي وي. هذا الملكي وي مجرة درب التبانة، أكبر علماء الكون ما جاي يكتشفون شنو الحقيقة اللي هي الحاضنة على هذه الكواكب. بس نمر بها. رسول الله بطرفة عين يتحدث مع العطارة، قالها أنا راح أعطيك شيء بسيط، والناس بيستغربون أن علي بن أبي طالب نتاج رسول الله شلون ما يكون يتحدث بلسان رسول الله. فهذه تخوم الأرض، ليش يسموها تخوم الأرض؟ يعني بعد ماكو وراها فراغ، مو هذه الأرض، هذه وين؟ أنا أتحدث لك عن حالة القرار، يصفها رسول الله مثل الديك الواقف من حالة القرار ويصعد إلى الأراضون السبع. اسمع هاي أنا أتحدث بعدني أراضون السبع، ويفرش هذا الديك جناحيه. هذه حالة رسم بياني، وحتى حالة الحوت، الأرض على الحوت، هذه حالة وصف لتقريب إلى المعنى، لقربها إلى المعاني اللي في عقولنا، ولا هي مو حوت حقيقية، ولكن تعال أنت فهم مطايا الناس اللي تشتم بنا ماناء الليل وأطراف النهار، ايش تحكي ويا الناس؟ فهذه قرارة الأرض، والأرض الأولى والثانية والثالثة والرابعة والخامسة والسابعة على شكل ديك واقف في حالة القرار، تخوم الأرض، مو هذه الحقيقية، احنا جاي نسبح. الأرض يعني القرار كأنه ديك واقف إلى السماوات، إلى الأراضون السبع كلها، وفارش جناحيه يمينا وشمالا. شكبرة هاي الحالة، شكبرها، شوف المسافة كلها كحلقة ملقاة في فلات قين. أراضون السبع أنا أتحدث وياك مو رأس النملة الأرض اللي ما لها قيمة، الأراضون السبع. وأنا أعطيك حقيقة بين كل أرض وأكر وأرض فراغ لا يعرفه إلا الله، مسافة فراغ، عجيب غريب فراغ. هسه يا شرحة
هاي الفراغ حتى تصل للأولى والثانية والثالثة والسابعة، وكل واحدة من الأرضون الله أعلم بحجمها وشكلها وكيفيتها في أحاديث نبينها، كلها يصفها على شكل ديك واقف. هذا الديك حامل لتلكم الأرضون السبع، فارج جناحاته ساد المشرق والمغرب، هذا كله بالفراغ الذي بينهن كحلقة ملقاة في فلات قي. حلقة في فلات قي، وين العدد كبر هذا الفضاء الواسع؟ بعد والديك له جناحان، جناح في المشرق وجناح في المغرب، ورجلاه في التخوم. في حالة القرار، مو هذه الأرض اللي ما لها قيمة. أنا أتحدث لك عن الأرضون السبع، اسمع، والسبع، وأنا شرحته حتى سأقرأ واضح عندك، والسبع والديك بمن فيه ومن عليه على الصخرة كحلقة ملقاة في فلات قي. هذه السماء الأرضون السبع التي على شكل ديك وتسد بمشرق الأرض ومغربها، ما يقول جناح، جناح في المشرق وجناح، ورجلاه في التخوم، والسبع يعني والأرضون السبع والديك اللي هي حالة وصف، مو ديك حقيقي، حالة وصف، بمن فيه ومن عليه على الصخرة كحلقة ملقاة في فلات قي. الصخرة هاي اللي احنا عايشين بها يسميها صخرة رسول الله، اروح فدوة لكلامك يا رسول الله، هاي الصخرة اللي احنا عايشين عليها. والصخرة يعني والأرض بمن فيها ومن عليها على ظهر الحوت اللي هي المجرة، والمجرة يسموها ملكي وي، الملكي وي هي درب التبانة، درب التبانة حاضنة لأكثر من 500 مليار كوكب، كل كوكب بقد الأرض مئات المرات، يعني تتصور كوكب بمقدر الأرض مئات المرات، هذا واحد. تحسب 500 مليار كوكب أو 400 مليار كوكب محتضنة في حاضنة واحدة، هاي الحاضنة الواحدة اسمها الملكي وي، درب التبانة مصطلح، هاي درب التبانة، والصخرة اللي هي هاي الأرض، والأرضون السبع التي وصفها من تخوم الأرض على شكل الديك، ومن عليها على ظهر الحوت كحلقة ملقاة في فلات قي، حلقة صغيرة مرمية في صحراء عينكما مدت. يقول لك ماكو مدبر لهذا الكون. سألت ملحد أعرفه، رجل كبير في السن مثقف، شرحت له بعض الأمور، يعني هو يعترف، يعني has to be supernatural power، يجب أن يكون هناك رب للعالمين. ما تقدر، هذا شلون أحمق الذي ما عنده تفكير، ما أريد أطلع من موضوعي، كل هذا كحلقة ملقاة في فلات، في فلات قي، حتى إلى أن يقول اسمع، والسبع الأرضون السبع والديك اللي يحملهن والصخرة الأرض والحوت اللي هو الملكي وي مدرب التبانة والبحر المظلم اللي هو بعد الفراغ، بعد الملكي وي فراغ، والهواء على الثرى كحلقة ملقاة في فلات قي. ثم تلا هذه الآية، له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثرى. ثم انقطع الخبر عند الثرى، بعد شحكي لكم هذا الفراغ. دول العلماء بالغرب في أمريكا، بريطانيا، الروس، يخلون جهاز أو 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 يعني كاميرا أو مركبة فضائية بدون يعني بدون قائد، يعني تقاد أوتوماتيكيا بدون ما فيها شخص، ويطلقوها في الفضاء وتنقل لهم الصور،
تمشي 40 سنة، 50 سنة، 60 سنة، 100 سنة، حتى يضعف وينقطع البث عن الأرض، فيرسلون مركبة فضائية أخرى. هاي المركبة الفضائية تمشي في الفضاء وتلتقط الصور، تمشي وتلتقط الصور 50، 60 سنة، 70 سنة، بعدها ما مجتاز الملكي وي درب التبانة وتنقل لهم الصور. عندما يضعف البث بين الأرض وبين هذه المركبة الفضائية، لأن بعد ما كنت ابتعدت جدا، هاي تروح تضيع في الفضاء، فيرسلون واحدة أخرى. هسه أكو مركبة فضائية قبل 50 سنة أمريكا أطلقتها، يمكن بعد كم سنة يحتاجون إلى مركبة فضائية أخرى، لأن ذيك انتهت بعد، راح تضيع بالفضاء بعد، وينقطع البث الإرسال من البعد، وما يعرفون نهاية الفضاء. وشنو نهاية الفضاء؟ هذا جنون البحث عن نهاية الفضاء. نهاية الملكي وي بحث جنون فيه. رسول الله قاعد ويا عطارة وعده بعير وعوشية، ايش عده رسول الله؟ بعير، أفضل سيارة في ذلك الوقت بعير وخيمة، وقاعد ويا عطارة يسولف لها على هاي الكواكب، يحللها ألغاز ما تحل بعد 1000 سنة، ويقول لك ماكو رب العالمين والعياذ بالله. هذا ايش تحكي ويا بعد؟ والسبع، بعد ما أشرح، لأنه بعد ششرحها طويلة، والسبع والديك والصخرة والحوت والبحر المظلم والهواء والثرى بمن فيه ومن عليه عند السماء الأولى كحلقة في فلات قين، وهذا كله سماء الدنيا. انتبه. آه يا رسول الله، إذا تصل إلى حقيقة آل محمد عقلك يوقف. إذا تصل إلى حقيقة محمد، إلى حقيقة محمد وآل محمد، هذا عقلك بعد ما يشتغل. تقوم تقرأ ما خلف الحائط، حائط لكن تقرأ ما خلفه بأمر آل محمد عليهم السلام. شوف ايش دي يحكي صلى الله عليه وآله. كل هذا اللي أنا شرحته بعد ما عيده، عند السماء الدنيا كحلقة، كحلقة في فلات قي. اسمع، يقول هذا ومن عليها عند السماء الأولى، وهذا كله سماء، وسماء الدنيا بمن عليها ومن فيها عند التي فوقها كحلقة في فلات قي، حلقة بصحراء مرمية، وهاتان السماءان. وهذا ما عيد أنا أشرح لأن طويلة، كل شرحته والديك والكواكب وأنت رتبها شرحته كثيرا، ومن فيها ومن عليها عند التي فوقهما كحلقة في فلات قي، وهذه الثلاث بمن فيهن ومن عليهن عند الرابعة يعني السماء كحلقة في فلات قي حتى انتهى إلى السابعة، والسماوات السابعة والأرضون السبع، وكل اللي أنا شرحته هسه، ومن فيهن ومن عليهن عند البحر المكفوف عن أهل الأرض كحلقة في فلات قي. تعرف شنو البحر المكفوف؟ الفضاء الذي لا يعرفه إلا الله ومحمد وآل محمد فقط صلى الله عليه وآله. هاي ورا السماوات السبع والأرضون السبع، البقية عبالهم يقولون. سامعين انتو حكي الأغبياء؟ مرة فد واحد فيديو يسألني، وهاي معروفة الملحدون أو غيرهم، إذا الجنة وسعت، الجنة عرضها كعرض السماوات والأرض، لعد جهنم وين؟ هذا مو طلي، مع احترامي للطلي. انتو شوفوا هاي الأسئلة مال ذول على أساس العمالقة ما كل مادين. سبحان الله، هذا البحر المكفوف يعني البحر الأعمى، البحر الأعمى، السماوات السبع والأرضون السبع وكل اللي أنا شرحته، وبين كل سماء وسماء بحر أعمى ما تعرف شنو نهايته،
وكل أرض وأرض بحر أعمى، ما تعرف شو نهاية البحر الأعمى المكفوف، يعني فراغ من الفضاء الواسع ما له نهاية، ما له نهاية. كل هذا اسمع من السماوات السبع والأرضون والبحر الأعمى الذي بينه وتحت الثرى وجبال البرد والهواء وحجب النور عند الكرسي كحلقة في فلاتقي وسع كرسيه، وتلا قوله تعالى وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. ما أقدر أشرح، أنا أقرأ بعد لأن تعبت وما أريد أطيل عليكم، أشرحها في غير مورد إن شاء الله. انظروا ماذا يقول. طبعا هذه الجبال البرد في 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 النهاية في عالم بعد السماوات السبع، هم في شرح. وهذه السبع والبحر المكفوف، يعني الفضاء الواسع اللي ما له نهاية، سمي بالمكفوف لأنه أعمى ما يعرف قراره، لا بداية ولا نهاية. وجبال البرد عند الهواء الذي تحار فيه القلوب كحلقة في فلاتقي، وهذه السبع والبحر المكفوف وجبال البرد والهواء عند حجب النور كحلقة في فلاتقي. ما أقدر أشرح هذا، بس أقرأ لك إياه. وهذه السبع والبحر المكفوف وجبال البرد والهواء وحجب النور عند الكرسي كحلقة في فلاتقي. وهذه السبع والبحر المكفوف وجبال البرد والهواء وحجب النور والكرسي عند العرش كحلقة في فلاتقي. وتلا قوله تعالى الرحمن على العرش استوى. شوفوا أخوتي، اعرفوا عظمة أحاديث العترة، واعرفوا عظمة رسول الله، واعرفوا عظمة الله تعالى وخلقه. أبعد كل هذا يأتي إنسان ويقول لا يوجد مدبر لهذا الكون؟ أحببت أن أقف. طبعا هذا والذي بعث محمدا بالحق، تفصيلاته تأخذ 10-15-20 يوم، هم ما نكمل. ولكن أنت غير تتحدث مع أناس، وأنا أشكر الناس الذين يراسلوني يردون الإطالة، ولكن يراد لها بعد قلوب كزبر الحديد تتحمل، الناس تمل. أحببت أن أقف معكم هذا. ولا تلقي الحكمة لغير أهلها فتظلمها. فأنت بعد يراد لنا صبر، الحمد لله. أحببت أن أقف معكم هذا الموقف. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.